إن موضوع الشفاعة ده يعني ركن ركين في الآخر. إحنا عمالنا نهجسه وبنكسله وبنفرضه وبنخالفه علشان عندنا رصيد، معتمدين على الله ثم عليه. يعني إحنا معانا رصيد ضخم، رصيد ضخم يوم القيامة هنحتمه بجنابه وننوز بمقامه. نعم. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول إن شفاعتي لا تحسبونها تكون للمؤمنين الطائعين، لا، هي لإخوانكم المخطئين المقصرين الملوثين. ما هو الناس الكمل فينا احنا الاولياء والعارفين وعمار المساجد واصحاب العفه والادب، دول عندهم رصيد. مين المحتاج الشفاعه؟ انا وانت وبقيه الناس المقصرين، يعني ماشيين على السطر وسايبين سطر ونعملوا حسنه قبلها 15 20 سيئه، فاحنا اللي محتاجين نظره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يعني إحنا يعني يا لحسن حظنا باتباعنا لنبينا، يا لفرحتنا الغامرة في دنيانا وفي آخرتنا. سبحان الله، مش هيسيب ولا واحد فينا، مش هيسيب ولا واحد فينا. يا جبريل قل لحبيبنا يعني لن نسوءك في أمتك أبدا، مش هنكسفوك أبدا، اللي هتتمناه تلاقيه، اللي هتطلبه إحنا نعملوه. شوف يا أخي الكرم الإلهي والحب العظيم من الله لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يعني قل له يا جبريل لن نسوءك في أمتك أبدا، سل تعطى واشفع تشفع. سلام. فيقول يا ربي وأنا لا أرضى وواحد من أمتي في النار، مش هيفرط في حد أبدا أبدا مهما كان صاحب ذنوب صاحب مشاكل صاحب ملوثات. لا، سيدنا النبي يقول ده مني، ده محسوب علي، ده من أمتي. يا ربي لن أرضى وواحد من أمتي في النار، العملية مكسومة لأن الله عز وجل يعني خيره. يقول في الحديث الصحيح إن ربي خيرني أدخل نصف أمتك الجنة أم تختار الشفاعة؟ قال لا، بل أختار الشفاعة. يا رسول الله، نص الأمة يروح الجنة كده ولا تختار الشفاعة؟ قال لا، أنا عايز الشفاعة. طب ليه يا رسول الله؟ قال الشفاعة أشمل، الشفاعة أوسع، الشفاعة ما هتخليش واحد فيكم يروح النار إنما النص 50% يعني فيها نص الباقي هيروح يكرنك في النار. لا، مرضيش، هندخل نصف أمتك الجنة أم تختار الشفاعة؟ قال الشفاعة يا رب، لأنها أشمل، لأنها أوسع، لأنها أعمق، لأنها أكبر، لأنها أشفى. وقال ما تفتكروش شفاعتي للمؤمنين القانتين المصلين المزكين المنفقين الحاجين المعتمرين المتصدقين الصائمين، لا لا، هي تكون لأصحاب الأعذار، الجماعة اللي كسروا، الجماعة اللي فرطوا، واللي كان عنده ظروف شخصية، واللي كانت عنده ظروف عقلية، واللي كانت عنده ظروف نفسية، واللي كانت عنده ظروف اجتماعية. ما ينفعش نضيعه في الدنيا ونضيعه في الآخر، نحن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وشوف، وأنا لن أرضى وواحد من أمتي في النار، وربنا يقول له ونحن على العهد والوعد. قرأنا في الضحى ولسوف تعطى فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا لله أن ترضى وفينا واحد يعذب أو يساء. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه ورايته، وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً.
إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضات الله. اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. اللهم أدخلنا الجنة خلف عقبيه، دون سابقة عتاب ودون وقفة حساب. إنك أنت الرب الأعظم، وهو نبيك الرسول الأكرم. اللهم اكرمنا بزيارة لبيتك المحرم، وزيارة لمقصورة نبيك الأعظم. ها نحن دعوناك يا ربنا، فامنن علينا بالإجابة، فإنك بالإجابة قدير وجدير، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم أمننا في أوطاننا، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، وانزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، وداونا، ونسألك شفاؤك الذي لا يغادر سقما. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.